سنفرح بالقمة الثانية بين اثيوبيا وافغانستان، حكاية من اجل الثلاث نقاط، من اجل الثبات في هذه المجموعة الصعبة، المجموعة الخامسة. ويلعب افغانستان بكل تأكيد لقاءه الثاني بعد ان انتصر امام توغا بهدفين مكاملة، هدف بهدفين مكاملة شيء ما بالنسبة للمنتخب الاثيوبي الذي لعب في المباراتين قبل هذه، خسر في واحدة امام باكستان وانتصر في الثانية امام توغا. من يعطينا الواحد واحد؟ من يعطينا الواحد؟ سبكورة خطير من منتخب بلال بقاعة المنتخب الاثيوبي، انوقعت خالد نور، كرة خالد تقطع سريعة الان، سريعة عبرت من اجل المواصلة، عبرت من اجل المواصلة، وقف على الكرة الماضية، وقعت المنتخب الاثيوبي الان تلعب الكرة، المحاولة عن طريق براس موسي في اللعبة الماضية، لكن كرة براس، الدفاع من جانب عبد الرحمن صالح، عبد الرحمن يكوز أمام محمد علي الان، محمد في التمويه، يا سلام على التمرير الان انطلاقه عبد الفتاح خالد نور، خالد نور في كره لكن كره خالد انتهت الى خالد في ملعب الوقاعه في منتخب الوقاعه. الهدف بكل امانه لكن لمن من الجميع؟ من استطاع ان يسجل؟ ان يسجل؟ من استطاع ان يظهر من الاخر؟ ان يبني بالدفاع؟ على كره خطيره وقتيه ولكن تتوهها بهذه الطريقه كان من الارام الانجليزيه. الكره عرضيه اثيوبيا يسجلون ويضربون، وكان الحديث عن طريق كرة القدم، وكانت المفاجأة الرأسية، وكان الهدف الأول أكرم العروسي وأحمد الشيخ شعتاه، وعلى هدف يأتي لوقعة منتخب اثيوبيا الآن، في مسار ثاني يعيد أفغانستان، انطلق الكرة الثانية وهدف لكن حتى الآن تابع الكرة في كامل المفروض. والمساعي والامنيات الكبيره بين يعود وبكره خطيره.